التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلا سلا، وتن البدر حذرناه سلا سلا، محذر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالأوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ مساء الخير، مرحبا، اهلا وسهلا لكل متابعينا، بارك الله فيكم، لكل الفلاحة شكرا على الثقة، شكرا على ثقتكم جميعا مشاهدينا وايضا شركائنا، بارك الله فيكم. عملنا 6 أشهر من برنامج فلاحي، هي فكرة انطلقت ممكن هكا بمبادرة من زوز منجين، نحب نشكرهم على الفكرة. ثم بدأت الفكرة تتبلور إلى أن انطلقنا في جام، في اليوم وصلنا إلى الحلقة 25 من برنامج الثاني، الموجه أساساً للفلاحة، للفلاحين، لأخبار الفلاحة، لمشاكل الفلاحة، أيضاً للنصيحة في الفلاحة، النصيحة العلمية في الفلاحة، الكلام على التجربة مهم والعلم أيضاً مهم. هذا أساساً الفكرة اللي كانت، هي نوع من الإرشاد، وهذا اللي لقينا فيه تجاوب من فلاحتنا، الجيل يمكن الجدد الصغار الحالمين في الفلاحة، وأيضاً حتى اللي هم متقدمين في السن والتجربة يتفرج، نعرف شكون ونحب نشكرهم برشا، اللي في كل حلقة ياخو زمام الكارني متاعو ويلبرون نوت وقت لي ويقيد وقت لي يتكلموا المهندسين الفلاحيين ويعطيوا النصايح والإرشادات، وهذا شيء احنا فرحانين به برشا، وفرحانين بهذه التجربة، فرحانين بثقة مشاهدينا، فلاحتنا، وأيضا كل من تعامل معنا وشجعنا، بارك الله فيهم الكل. ألفة مساء الخير. أهلا وسهلا أبو بكر. مرحبا، شكرا على الثقة أنت زاد. وأنت زاد شكرا على الثقة. فوالا، كانوا 25 حلقة، هذه 25 اللي بنشكروا فيها مشاهدينا، متابعينا اللي تفاعلوا معنا الكل، وإن نحييهم. دونك هذا هو عنوان هذه الحلقة الأخيرة بالنسبة لهذا الموسم، شنرجع معاكم في الموسم القادم، شركاء اللي بيتواصلوا معنا، وأيضا هناك شركاء جدد باش ينطلقوا معنا أيضا انطلاقا من شهر سبتمبر الجاي، نحب نشكرهم برشا بالمناسبة، ساما أيضا اللي تكون موجودة معنا كيف كارتاج جران وغيرها من الشركاء اللي يكونوا موجودين معنا انطلاقا من شهر سبتمبر. دونك هذه الحلقة الأخيرة ألفة في الجزء الثاني. دونك في الجزء الثاني متاع حلقتنا اليوم باش نشوفوا نصائح متاع شركائنا الفا وجروب مبروكة، وش نعملوا طلة صغيرة على موضوع الكولزا. موضوع الكولزا مع شريكنا أيضا كارتاج جران. طبيعة نختموا مع سيرين. سيرين الجبالي، والموضوع متاع اليوم ما يخص العباد الكل تقريبا. كيفاش نخليوا الجازون أخضر؟ كيفاش نخلي الجازون اخضر في الصيف؟ في الصيف، دونك بعد شويه. اذا حلقتنا اليوم اختار لها، شكرا على ثقتكم، شكرا لكل من اختار انه يتبعنا، شكرا لكل من اختار انه يحط ثقتنا فينا، وفما حتى شكون اللي ربما ما عطى فينا ثقه قبل ما يشوف حتى تصويره، قبل ما يشوف حتى موضوع. اللي نحب بالمناسبه نشكرهم شكر كبير، وشكر شكر خاص جدا كيا مبروكة، جروب مبروكة، كيا، وأيضا SLDA نحب نحييه، سي حمادي الوكيل وكل الفريق اللي هذوما اللي بريمو شجعونا، قالونا انطلقوا وإحنا معاكم، وبدأت الفكرة من غادي. باش نبداو بتحية للسبونسور متاعنا، ثم نستقبلوا ضيوفنا من نيافورا، كنا معنا نادر مليكية وأيضا مروان بن محمد، يكونوا ضيوفنا بعد هذا التقرير الصغير. كان برنامج الثانية من أنه يكون رقم واحد في قائمة البرامج أو المحامل اللي خدمت على القطاع الفلاحي في تونس. 25 حلقة، أكثر من 200 روبورتاج وحوار تعدوا في برنامج الثانية وتناولوا عدد كبير من المواضيع. هذا الكل ما كانش يصير لولا ثقة شركائنا. اليوم برنامج الثانية يشكر كل الشركاء والراعيين لهذا البرنامج على ثقتهم. ألفا، نيافورا، مبروكة، جهاز العامة لخدمات البستنة، تن البدر،
مجمع بن عياد، بزنس أوتيل صفاقس، مخابر لافيت، ماسي فيرغسون، كيا، تونيزيا روندوني، كارتاج جران، SLDA. شكرا على الثقة لكل شركائنا والناس اللي يعطوا فينا ثقة، اللي يخدموا معنا، اللي يتعاملوا معنا. بارك الله فيكم الكل، يعطيكم الصحة، وشكرا خاص لمشاهدين الفلاح وغير الفلاحة والمغربي الفلاحة، واللي عنده عم وخال وجد وفلاحة ويعرف عنده زيتونة، واللي عنده شجرة مشماش، واللي عنده كرموسة يمشي ياكل منها مرة في العام، واللي كذا، كل واحد شنو ورث في علاقة بالفلاح. كلنا عنا أصول، عنا شكون عنده فلاحة، عنا علاقة بالفلاحة كالكبار. حتى كي مش مشيو عالوش العيد، عند برشا عباد عندهم عناوين يعرفوهم كل عام، يمشيو بحذاهم ويفطروا بحذاهم وكذا، دونك علاقة تولي فما علاقة بالفلاحة. واحد من أهم شركائنا في النصيحة، النصيحة العلمية للفلاحة والمتابعة زادة للفلاحة، وأيضا تجربة تاع سينيا كونكور. تجربة السينيا كونكور اللي وقت تقابلت أنا والمؤسس متاع نيافورا في تونس، وهو زادة كيف كيف مدير العام متاع أناتريكا نورث أفريكا، اللي قال لي نحب نعمل سينيا كونكور، معناها نعمل مسابقة هكا وهكا وكذا، راهو في صار هكا في تجارب. قلت له صعيبة معناها العملية، قال لي حتى كان صعيبة لازمنا نقدوها. ديما فما أول مرة. فوالا لازمنا نعملوها. إي صارت التجربة بتاع سينيا كونكور، واليوم عندنا أربعة ربحوا معنا، وإن شاء الله التجربة باش تواصل في السنة القادمة. ديريكتور دو لا برودكسيون أغريكول نيافورا وأناتريكا نورث أفريكا مروان بن محمد سلمي، مرحبا. السلام عليكم، على السلامة. مرحبا. يعطيكم الصحة على الاستضافة هذه مرة ثانية. وشكر كبير على البرنامج القيم اللي كيف ما ديما نقول لك راني كان معناها حلم الطفولة، معناها أنا نشوفه دي برنامج يعنى بالفلاحين وبالفلاحة، لأنه بالنسبة لنا هي الهدف الأساسي في تونس باش نمشوا إلى الأفضل. الزراعة هي جوهر البشرية، هذا هو دي شعارنا وماليش باش نتخلوا عليه إلى مئات السنوات إن شاء الله. مادام باش نقعدوا حيين شنو نموتوا، حتى إذا متنا ثم شكون اللي باش يحمل القضية إن شاء الله، باش ناكلوا دونك نتاع الفلاحين والفلاحة إن شاء الله. نحب نشكركم نيافورا أناتريكا على الثقة، ثقة في برنامج السينيا والتعامل مع برنامج السينيا، وأيضا أفق لتعامل أكبر إن شاء الله بالنسبة للموسم القادم. شكرا على الثقة، هذا هو عنوان الحلقة اليوم. رومي سيمون نو بارتنير، شركائنا الأساسيين في البرنامج ولكل من تعامل معنا في برنامج السينيا. سي مروان يعطيك الصحة، وأنا باش نستغل الفرصة هذه باش نشكر كل الفلاحين او نقاط البيع اللي تعاملوا معنا اول مره. انت تعرف شركه جديده مش بالسهل باش تدخل، ولكن كان ثم ثقه دي من الاول من الشركاء نتاعنا في السوق التونسي، وهذا اللي خلانا نكونوا مجتهدين اكثر. والحمد لله اليوم بعد يعني سنتين الثقه اللي قاعده تزيد، الامال قاعده تكبر اكثر وطموحات تكون اكبر، وان شاء الله لحد الان نقدموا في دي منتوج دي ممتاز بالنصائح دي الفنيه اللي احنا دي نعتبر النصيحه الفنيه والعلميه هي الطريقه نتاعنا، يعني مش البيع دي فقط، لا النصيحه ومن بعد البيع. هي السيس ما نجموش اليوم نبيعوا دي برودوي من غير دي لابروش، يعني تكنيك هو دي المهم باش ننجحوا وباش نرفعوا من مستوى دي الانتاجات في الفلاحه نتاعنا. هوني سي مروان حاب نسلك بصفتك مهندس فلاحي، انت اسكو تشوف اللي البرنامج نتاع سينيا ولا البرامج اللي يجمو نتاع فلاحه يجمو يكونوا عندهم محتوى كيما سينيا، يجم يكون عنده دور كبير باش ينهض بقطاع الفلاحه وبالفلاحين وباش يرد بالمجد الفلاحه قطاع استراتيجي في تونس؟ افكتيفمون هو هذا من الاول، احنا في العام الاول معناها مش بالسهل باش تاخذ التجربه هذه نتاع النصيحه والسينيا، وبرشا يعني كانت التحديات صعيبة لما جو التصوير ما احنا دي مؤمنين انه النصيحة دي الفنية هي اساس ما دي كل شيء، ويعني البرنامج هذا وغيره ممكن من البرامج او الإعلام. من الافكار دور دي الاعلام لازم يزيد، معناها يتعمق اكثر في المجال الفلاحي لانه متعمق في المجالات الاخرى، ولكن نوعا ما المجال الفلاحي كان يعني منسي لولا البرنامج نتاع الثاني مهمل يعني مهمل. حقيقة اليوم الفلاحين بالحق وقت اللي نمشوا بحذاهم ساعات راهو يعني دي ديتاي صغار يغيبوا عليهم، وهذوك اللي مش يعملوا البليس والفارق في الانتاج نتاعو. واليوم هذا دورنا كشركات هذه فلاحيه بالاساس جايين باش نخدموا في تونس، ولا معنا احنا ديجا دي فلاحين ومهندسين نتاع فلاحه من تونس. هذا دورنا الارشاد. انا فلاح بطبيعتي فلاح ومهندس من اللي انا صغير يعني فلاح ولد فلاح الحمد لله.
ان شاء الله نحاول نقدموا ديما الافضل، وديما راهو الهدف لو مش وصلنا مازال عندنا برشا يعني اشواط باش نخوضوها في الفلاحه باش نوصلوا، لانه معترك صعيب ياسر مع برشا قضايا اخرى. نحب نشكرك على الجراه نتاع البرنامج هذا بالحق، لانه مش اللي يجي اليوم باش يحكي على الفلاحه ومش تكون عنده القدره باش يحكي على الفلاحه. ان شاء الله نمشيو نحو الافضل. تعرف اللي سي مروان كان في الكويت، اي كان عايش في الخارج، كان يخدم على روحه، عايش حياته لاباس وكذا، خلى كل شيء. التفتوفه اللي لمها جاء باش بدا التجربه نتاعو. بعد اذنك تسمح لي باش نحكي ودخل في مغامره اللي هي انا نحب نخدم في الفلاحه في تونس. دونك صغره وذكريات الصغر وكذا، دونك جاء حطهم في وفلوسه اللي لمهم اللي كسبهم معناها شويه فلوس مش برشا، خدام في الكويت. اي لا لا باش تخدم روح في الكويت. دونك حطهم في شريك، عمل مغامره مغامره ريسكي. وهذاك الاستثمار راه وهذاك انك تمن بحاجه. يقول لك انا مهندس فلاحي ولد فلاح، ايش نجم نعمل؟ فما اشكاليات كبار في الفلاحه، كيفاش نعمل باش نحاول باش نعمل الفلاحه ولا نحل بعض منها؟ ننشط في مجال اليوم وصلت وقت نافورا تقول لك راه وصلنا لمرحله التصنيع، باش نصنع ونصدروا كنا انونسي الجمعه الحلقه اللي فاتت، باش ننتجوا ونصنع ونصدروا الاسمده في ظرف عامين نوصلوا للمرحله هذه. وفما ان شاء الله العام الجاي نعلنوا على اشياء اخرى حسب ما وعدونا. دونك هوني راه نحكيو على اولا قصه نجاح سابقتنا، وقصه نجاح ممكن زاد عشناها مع بعضنا برنامج ثانيه ونيافورا في الشركه هذه، قاعد نشوفوا في التطور هذا ومازلنا باش نعيشوا. هذا من نجم كان يفرحنا، زاد صغير جون تعمل المغامره هذه، هذا ذولي برشا لازم يعملوا كيفك. ان شاء الله انا نتمنى من كل الشباب التونسي، هو الحلم نتاع الشباب التونسي توا في الغالب هو الخروج من تونس. للاسف لا، انا معاه ما يصيرش، لكن اخرج يعني لفتره وعود، لانه بالحق بلادنا ما نجم ندير منها دي كان احنا. وثما برشا شركات اخرين قاعدين يجوا يستثمروا في بلادنا الخارجيه وياخذوا من الموارد نتاع تونس. تونس بلاد يعني غنيه في الفلاحه، المناخر دي ممتاز جدا، بلاد خير وبركه، هذا دي لا جدال فيه. ولكن الشباب التونسي انا باش نتوجه له دي برساله، انه راهو رانا دي قادرين باش نبنوا. استيعاب موجوده، خلي الزون نتاعك المرتاح فيها والكونفور، زون دو كونفور نتاعك اخرج منه، خليه اخرج منه. كنت النجم كيف ما قلت نقعد نخدم وتعرف اللي صاير في الكويت شنو هو والحمد لله، ولكن العوده هنا لانه ثم الاف الفلاحين دي محتاجين الشباب باش ينهضوا بهم، وثم برشا طاقات، وهذا اللي لمسناه في البرنامج معنا بالحق. وقت اللي نمشوا بحال الفلاحين يعني ثم ديتاي صغار يجموا يبدلوا له حياته، يبدلوا له حياته وفيكتيفمون ان شاء الله نكونوا ساهمنا بنوعا ما ان غيرنا بعض الامور. تبقى بسيطه الاحلام والطموحات كبيره ياسر، بالوقت بالوقت ان شاء الله مع المجهودات نتاع الشركات الاخرى اللي معانا في السوق التونسي. هذه دعوه احنا كشركه يعني سمنيا فورا دي فاتحين يدينا لاي يعني اتفاق مع البرنامج، مع نخدم مع بعضنا، لانه انا نؤمن انه العمل الجماعي هو اساس النجاح. ربي يوفقكم. نحب نشكر نزار، نادر، تقى، ذي، ذوما اللي شفناهم، اشرف، اشرف، كل الفريق، الاسعد. نحب نشكر الطاقم الكل، هم برشا، ما حبيتش انا معناها باش نذكر بالاسم، لكن بالحق دي مجموعه ريت تعمل فيها الكيف برشا بالحق. نخدموا بجو نتاع الفامية واحدة، ولكن في الخدمة بالحق ما يعطيهم الصحة. مرة أخرى دي نشكر اسمه سيني زار، خاطر بالحق الفكرة الأولى تولدت معاه، هو أنا في الكويت هو دي في تونس، كان ميلاد نتاع الفكرة، فبالحق ما يعطيه الصحة. دي كان مضحي من قبل ما تتكون مع دي نيافورا، ويعطيهم الصحة توقع ونادر كيف ما شكرتهم. بالحق معناها كان دي مجهود نتاع دي مجموعة من الشباب التونسيين كاملة. نحب نشكر الوالد نتاعي سي محمد السالمي، خاطر بالحق الأمور الإدارية من الأول وقت اللي باش نحلوا الشركة، ومعناها ما كنتش معدي موجود الحقيقة، جيت لقيت الأمور كل مريقة أكوز أنه هو بالحق ضحى معنا وعاوننا ولحد الآن معناها هو الداعم الأساسي. أمن بالحلم نتاعكم. تحية كيف كيف حسام زادة، حسام سالمي اللي كيف كيف هو الداعم زادة. نحب نشكر سي حسام السالمي، هو بالحق كان
يعني معايا في الفكره دي من الاول، وكانت صعيبه نوعا ما انك تقنع شركاء في الحجم اللي هم معنا تو انه جنوب افريقيا من تركيا تونس يعني يخدموا في حاجات اخرين ديمونسيون اكبر صحيح باش يجي لهنا. لكن الحمد لله في ظرف ما هذه عامين جو وزاد انت شفتهم كانوا دي معنا دي موجودين وشافوا النجاحات اللي تحقق وفرحانين ووعدوا بمزيد من يعني الاستثمارات القادمه، وهذا بالحق اللي يزيد يرفع من سقف الطموحات نتاعنا. وان شاء الله ربي يوفقنا احنا وانتم والناس الكل تحب تخدم الفلاحه في تونس. ربي يوفقك، شكرا جزيلا. سلام من حسن الى احسن. ربي ينجحكم، كل واحد يحب ينجح في الفلاحه. الخدمه 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 الخدمه، ساعه ساعه تبدا مازالك بعض السنتيمترات على النجاح وانت تأيس، رد بالك توصل الى اليأس في الفلاح مهما كانت التضحيات والاتعاب والخسائر ولا ديسيبسيون بالعربي ديسيبسيون الخيبات لازم جويجي شويه برك راك ديما اذا وصلت الى مرحله اليأس ممكن ياسر راهو قريب توصل للوادي الهرهار اللي باش تنجم ممكن تتطور فيه وتنجح فيه. بالتوفيق لكم الكل، وان شاء الله ربي ينزل البركه للناس الكل، وربي يعطيكم الخير والبركه ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله ديما صابه، وان شاء الله البركه هي اهم شيء. شكرا لك سي مروان. يعيشك يعطيكم الصحه مره اخرى. شكرا للثقة. شكرا لكم انتم على الفرصه هذه. يعطيكم الصحه. شكرا. شكرا جزيلا. تمشيوا مع تقرير هو اللي فيه تقريبا اهم وبعض من النصائح اللي تقدمت من نيافورا، من ألفا، من شركة مبروكة، النصائح اللي كنتوا شاهدتوها تلة هذا الموسم انطلاقا من شهر جانفي حتى إلى حلقة اليوم. أهم الحاجات اللي ممكن ترتقي بقطاع الفلاحة وتخليه يتطور ويكون ركيزة أساسية في الاقتصاد التونسي هي الإرشاد الفلاحي. برنامج الثانية خذا بعين الاعتبار النقص الكبير في التكوين الفلاحي وحاول يوصل أحسن مستوى في تقديم المعلومة من خلال شركائه كما جروب مبروكة والشركات اللي تنضوي تحته، كما الشركة العامة لخدمات البستنة جهة شاس اللي قدمونا أفضل النصائح في علاقة بالزراعة والمشاكل وطرق الري وصيانة شبكات الري البيوت المكيفة زادة وبرشة نصائح في عدة مواضيع أخرى. اليوم نوارها طاحت، يلزمنا نعتنيو بالغلة، الغلة جديدة نحافظوا عليها باش نوصلوها، خاصة عندنا مشاكل توا باش تبدا كاربو كابس، باش تبدا البسيل، وخاصة كيف تشوفوا فما شوية صفورية، هذايا شوية صفورية خاصة اللي هي لاي منقمة على البورتغراف. العوينة على غرار الخوخ راهي شجرة تولد على حطب القديم. العوينة هذه احنا كاللي تشوفوا فيها توا ملقمة على المريالة اللي هو بورتغراف قوي ويتحل خاصة الأرض الطينية شوية واللي فيها شوية كالكراكتيف. خاصية الأخرى متاع العوينة راهي كما الخوخ راهي تتخف ولا تجينا جويدة برشا. من التراكتور من السيستيم من هنا افيك دي كابتور للبيستون التالي تعطيه السينيال يكلانشي البيستون الخدام يحط لوفري بليتو يحط الشجره في بلاصتها واللوفري اللي بحذاه يحط البومبو في بلاصته. برمي لي زافونتاج اللي تتميز بها الماكينه هذه انه عندنا تعاوننا برشا في حطان الجير للسقي الغرس بعد ما نكملوا نغرسوه.
أيضا مع ألفا نجمنا نكتشف عالم الأبقار بالبهي، كيفاش نتعامل معاه، العلفة، الفصة، كيفاش نحلبه، وصلنا حتى قدمنا نصايح في الهندسة متاع كوري البقر. هوني عندنا سالة أوتوماتيك تتعدل بطريقة دورية، لكن اللي عنده ماكينة حليب لازم يعدلها باش ما يقلقش الذراع متاع البقرة. نصيحة أخرى، عندنا ليمونشون نتاع المحالب نتاع البقر اللي نقولوا لهم المحالب نتاع الماكينه، ديما نتفقدوهم، راهم عندهم وقت معين يتبدلوا، هذوما ما يلزمهمش يكونوا يجرحوا باش الذراع نتاع البقره والحلال نتاعها ما يتقلقوش. هوني نحافظوا على ماكينه الانتاج نتاعنا اللي هي البقره نتاعنا، وان شاء الله فدناكم. الفصة هي سي لارين دي كولتور فوراجير، ملكة الأعلاف بالنسبة للأبقار الحلوة. هذه كولتور تتزرع في الربيع ولا في الخريف وتقعد 4-5 سنين وتعطي إنتاجية كبيرة ياسر، وإنتاج كبيرة برشا وكاليتي إكسترا أوردينار. الفصة بالفالور أليمونتير، بالكاليتي دي فيبر، بالبروتين اللي فيها، تخلينا نجمو نخدمو أي راسيون، إسبيسيالمون RTS اللي هي عاملة تو دي بيرفورمانس لا تضاهى في الجمهورية التونسية في تغطية الأبقار الحلوة. نجحوا نحن في مشروع معناتها تربيه الاغنام، ثم تروا بارامتر اسونسييل: اولا تغذيه الحيوان، ثانيا صحه الحيوان، وثالثا هو اللوجمون والباتيمون. مهندسين يا فورا كانوا في الموعد باش يعاونوا الفلاح ويقدموا له افضل النصائح. في بعض الاحيان اضطر مهندسين يافورا انهم يتنقلوا عشرات الكيلومترات باش يامنوا نصيحه واضحه للفلاح. يافورا قدمت لنا تكوين كامل في علاقه باستعمال الاسمده والادويه، وحتى كيفاش النجم نقتصدوا في سوم الاسمده ونصرفوا اقل ونتحصلوا على نفس النتيجه. باش نتحصلوا على جوده عاليه في اشجار الكروم، فما حزمه فنيه كامله لازمنا نتبعوها، من برنامج تسميد مناسب متوازن، برنامج مداوات كيف كيف مناسب متوازن، نعدلوا الري، وزاد فم اشغال فلاحيه لازم نقوموا بها في كوقائيه، معناها كاجراءات وقائيه اللي هي الزبيره الخضراء لاتاي اونفير. بالنسبة للأمراض الفطرية، من المستحسن نبدأ من الأول من البلانتاسيون، لازم نعملوا ترامباج نتاع لي بلون نتاعنا في فونجيسيد دو بريفيرونس يكون سيستيميك. علاش سيستيميك؟ خاطر باتيلي أي ورقة باش تطلع جديدة الدواء يطلع لها في يمشي عبارة يمشي في الدم نتاعها نتاع البلون باش تبقى محمية. وزاد نتبعوا فوريا ميزور، معناها ردوا بالنا برانسيبالمون من الالترناريا ميلديو واللويديو. قلت باش نستقبلوا سي الحبيب بن قيرات مؤسس مجمع مبروكة ومعز بن قيرات مدير تسويق مجمع مبروكة، ده مع سي الحبيب بن قيرات. على السلامة سي الحبيب. على السلامة سي. أهلا وسهلا. عايشك بارك فيك. أنا سعيد أن تكون موجود بحذايا اليوم. وأنا زادة بارك. أهلا وسهلا سي معز، مرحبا بك. مرحبا مرحبا بالحضور. تعبناكم. لا ثم حتى تعب، بالعكس كانت تعبناكم. احنا نتعلموا كل يوم سي. فرحانين الناس الكل فرحانين. مرحبا بكم. مرحبا بكم. انا نحب نبدا بشكر على الثقه، بارك الله فيكم. قلت راه فما من الشركاء والداعمين للبرنامج اللي برنامج الثانيه اللي قبل ما يشوفوا حتى تصويره قالوا احنا معكم، برنامج الفلاحه احنا معكم، تو ندعموكم، تو نوصلوا للنتيجه به، تو نحسنوا بشوي بشوي بعضنا، تو نوصلوا للنتيجه، احنا معكم ندعموكم اساسا بالنصائح
بالمعلومات وأيضا حتى مادي. مشكورين بارك الله فيكم. بعد خراج البرنامج والحمد لله وصلنا للمرحلة محترمة اللي نحن راضين عليها إلى نسبة ما إن شاء الله الموسم الجاي تكون أفضل وتكون أفكار أخرى في البرنامج. دونك نحب نشكركم سي معز بارك الله فيك، سي الحبيب بارك الله فيكم، شكرا لكم على الثقة لجروب مبروكة جي اش اس ايربوريبوس اتي اس كيف كيف مبروكة لا بيبينيير. وشكر خاص ل ما نجمش سي مختار بن مشيشي اللي ما نجمش ما نذكروش زاد لفة موسي مختار العابد كل تحبها شخصي مختار قدروا برش. نعطيك أنت الكلمة سي صبري. سي صبري أي سي صبري نحيوه بالمناسبة، حبش برشا ظهور سي صبري. نعطيك نعطيك مصلحة. احنا نشكركم برشا جزيل الشكر اللي عملتوا لفتة هاي لهالفلاحة، ونشكر القناة التلفزية التاسعة، ونشكر جميع الفريق اللي قدم وأخرج برنامج الثانية. فرحان به، فرحانين به ياسر، وانا برنامج كيما هذا نحلم به منذ سنين ما شاء الله. كثر خير، واحنا مستعدين جستمو باش كما قلت انت سي ابو بكر نتعاملوا مع بعضنا في نطاق كما قلت المستقبل ان شاء الله. لان الفلاحه بالنسبه للمجمع مبروكه هي علم وعمل كما قلت لك، وفيها برشا تحدي. معنا دخلنا في ميادين تاع بذور البطاطا وبذور الفراز كنا خدمنا عليهم ان شاء الله. ان شاء الله هي حبيت نقول لك اللي هي معناها ميادين ماهيش سهله. صحيح، يلزمها شفت مخبر وشفت يلزمها برشا معناها علم وعمل. والمبدا نتاعنا هو هذا العلم والعمل. وانا بديت في الاستثمار من عام 94 وقريت علوم اقتصاديه، واول ميدان اللي قررنا فيه هو الفلاح لانه هو ركيزه الاقتصاد وهو اللي يضمن كما قلت لك معناها الامان الغذائي للشعب، وبعدين تجي الصناعة والتجارة والخدمات والسياحة. وإن شاء الله كاين الدنيا دنياوي ما شاء الله. إن شاء الله. سي معز كيفاش تقيم التجربة أنت مع برنامج الثانية؟ تجربة كانت ثرية. أنا نقيمها معكم ناجحة برشا الحمد لله، وأنا استفدت منكم أكثر من اللي استفدتوا منه الحمد لله. كافة الفريق التقني والفني والأعداد والفريق الصحفي نشكرهم برشا، نشكر سيادتك زادة. معناها كانت تجربة ثرية. الهدف كان هو ماهوش تجاري ولكن كان إرشاد فلاحي. اليوم في الفلاحة متاعنا في تونس عندنا نقص في الإرشاد الفلاحي، وخاصة التعريف بالتقنيات الجديدة. نحن كانت أول مفاهمة اللي هي نحبوا الفلاح في أي مكان في الجمهورية التونسية يعرف التقنيات الجديدة، كسوا الأصناف الأصناف الجديدة، تقنية الزراعة في الري قطرة قطرة في البيوت المحمية، يعني يكون تكوين عن بعد على طريق قناة على برنامج الثانية، يتثقف الفلاح يطور من الزراعة متاعه، وفي الآخر هو يكون الفلاح فرحان. احنا هدفتنا هو الفلاح، باش يكون برنامج الثانية عنده هو الفرصة باش يزيد يطور من التقنية نتاعو ويطور في الزراعة نتاعو والإنتاج. سألتي معز قلت له شنو رزيكو عند الفلاحة على البرنامج؟ قال لي أنا جاوني فلاحة قال لي نهار الأحد الستة ما عادش كلمني قال لي سي بون وقت عرفت اللي معناها البرنامج قاعد يشد في فلاحة وقاعدين يتبعوا فيه. الهدف. عندك سؤال؟ هذا هو الهدف اللي نحن قعدنا ولينا نهار اثنين الفلاحة تكلمنا تقولنا راهو فما زراعات ما تنساونيش فما برسك الحمد لله مع كفة الفريق خدمنا كل الزراعة الأشجار المثمرة من الزيتون الخوخ للمشماش للعوينة كل دورنا سطحية يعني مقطع في المرة الأولانية ما نجموش ندخلوا في التفاصيل. إن شاء الله في الموسم القادم نزيدوا أكثر ندخلوا في التفاصيل. ديما الهدف هو نحبوا الفلاح يتعرف على آخر التقنيات وهو في دار، وخاصة أنه في العادة كيف يبدأ فما مشكل بتاع فلاحة ولا فما تقنيات ما تلقاش المهندس الفلاحي يجي يحكي واللي هو مختص وفاهم الموضوع بركدا، تلقى إما صحفي اللي ما جامش يكون متمكن ولا تلقى خبير اقتصادي. دونك التجربة هذية عندها البارتيكولاريتي هذية. الحمد لله. الحمد لله. سي الحبيب كنت قاعد في فرنسا على روحك عندك خدمتك حياتك، وقررت باش ترجع أنك تأسس منبت، هذه الفكرة كيفاش؟ أنا قعدت في فرنسا 40 سنة
والفكرة جتني قبل ما نرجع أنا لتونس، والفكرة كما قلت لك جتني من التعليم تاعي. علاش ديما نركزوا على العلم والعمل؟ من التعليم تاعي قبل، قلت علاش أنا عملت تجارة في فرنسا وعملت عقارات في فرنسا، قلت علاش ما نبداش في الفلاحة في بلادي، باش ما نبداش بالعكس، ما نبداش بالسياحة والتجارة كيف كيف. جتني الفكرة قلت لازم نعمل شركة فلاحية، في الأول شركة الترقية الفلاحية مبروكة، ما كانتش المجمع هذايا الكل. وخذيت عهد على نفسي اللي باش نشغل مهندسين معناها كاليفي. اون كلاني هذا؟ اون 94 94 مهندسين كاليفي ناخذهم. خذيت سي مختار، وبعدين خذيت سي محمد فخري اللي في المخبر، معناها الكادر الكبار. وحتى كي تدور انت وقول تلقى دي تكنيسيان، ما تلقاش بيتات المهندسين، ما تلقى دي تكنيسيان. ديما نعمل انا على البيراميد كوندوير، فهمت؟ اي اللي يلزم يكون عنده هو معناها خبره وعنده تعليم في الميدان الفلاحي، في الميدان الفلاحي عنده علم، باش نمشوا كما قلت لك بالكود. ثم كود في ترافاي، اي والكود دو لاجريكولتير كيف كيف يلزمو كود. والحمد لله نجحنا، وكانت عندي ثقه كبيره في الميدان الفلاحي في تونس، على شرط يكون كما قلت لك على طريقه علميه، والعمل يكون على بناس كما قلت مختصين في الميدان. باش يقول لك لا الفلاحه حكايه فارغه في تونس. كيفاش ولات ريفيرونس؟ مبروكه ولات ريفيرونس اليوم؟ قلت لك اول حاجه، اول حاجه بالطريقه العلميه، فهمت؟ احنا عملنا على الطريقه العلميه، وبعد تالي وقت يجيب انت انسان متعلم ويعمل عنده كيف كيف ضمير، وهو كما قلت لك معناها خدام الكرو بروجي، خدام الكرو بروجي، تولي ايكيب. ولينا ان ايكيب كي غاني، سيت ان ايكيب كي غاني. انا نقول لهم جو فو ان ايكيب كي غاني. اللي ما ينجمش عنده هو كما قلت لك نيه طيبه، ما عندوش هو الثقه في المشروع، مش لازم يقعد ما يعطلناش. كيفاش تعامل معاكم سي الحبيب؟ سي الحبيب كما بونا جوستومون، هذيك هي الكلمه اللي كنا باش نقولوها، ديما يأطرنا، ديما معنا في وقت الظروف الصعبه. ماك تعرف الفلاح مش ديما ظروف ورديه يعني، العكس صعوبات كبيره، ديما العكس يشجع ويقف معانا وبنصيحه وبالراي الصحيح وبالوقفه يعني، كسوا هو يبدا في الخارج ولا في تونس يعني، ديما سي الحبيب يتبعنا من بعيد، ولكن يمن بحاجه يمن بحاجه يقول لك انا عندي رجال. فوالا يعطيك الصحه. انا راني الرجال، فما كلمه يقولها يقول لك انا راني الرجال قبل المال. كلمه يقولها يقول لك انا نعطي الحريه ونعطي المسؤوليه، ولكن عندي سي لي شيفر كي بارل. ذراعك يعلف، ها؟ ذراعك يعلف، هذا هو مجمع. هذه ميزه مبروكه، كل واحد يخدم. توق قداش؟ 1000 1000 خدام ما شاء الله، ما شاء الله 1000 خدام ان شاء الله. وعاملين تحدي، نحبوا ديما نخلقوا مشاريع جديده كما قلت لك، باش نخلقوا الثروه ونخلقوا مواطن شغل، لان بلاش استثمار ما ثماش لا ثروه لا مواطن شغل. ممكن اليوم عايشين في عالم الفلاح، وعايشين مع الفلاح، مع صعوبات الفلاح، مع خلينا نبدا معك سي معز في سؤال ممكن هو الاخير والاهم. شنو في افكار عامه اللي لازم يصير اليوم كقرارات، كزاده كيف كيف اعلاميا، كش لازم يصير باش نجموا نقدموا بالميدان هذا، وايضا نحطوه في الصداره في المكانه التي يستحق، اللي هي ما يقارب بين 11 و13% من الناتج الوطني الخام. صحيح. اليوم الفلاحه التونسيه نمتازوا معنا بالكاليتي. اليوم الغله تونس مثلا من احسن الغلال مقارنه بالسوق المغربيه ولا السوق في شمال افريقيا. اليوم في الخليج العربي الغله تونس مطلوبه. مطلوبه. شجره تونس مطلوبه زي. بالضبط مطلوبه. زيت التونسي يعني زيت زيتونه ولا الغله التونسيه مطلوبه، ولكن اللي ينقصنا نحن اليوم في تونس هو الترويج وتسويق المنتوجات نتاعنا. اليوم في الخارج تونس ماهيش معروفه برشا كما يعني الفلاحه المغربيه اللي فما في المعارض يعني في المناسبات، يعني فما اشهار كبير وفما تعريف بخيرات البلاد. اليوم في تونس عندنا لو مالتيز دو تونيزي كاهو يعرفوا فرنسا، ولكن عندنا برشا حاجات ممتازه في تونس. اليوم الخدمه اكثر هي
la stratégie de commercialisation de produits. Oui. Et de communication. ينقصها كما قلت لك التدعيم أول حاجة، وينقصها معناها الإشهار والتوجيه. أنا بالنسبة لي أنا فكرتي تو في البلاد يلزم من المسؤول حتى للمواطن يرجع العقلية اللي هي الفلاحة هي أساس الاقتصاد. وإذا نحبوا كما قلت لك ما نجوعوش، يلزمنا نشجعوا الفلاح وندعموا الفلاح. العالم اليوم الكلها على الفلاح. ما نقعدوش حنا معناها ديبوندون من باغ اكزومبل روسيا واوكرانيا، مانيش عارف انا فرنسا وامريكا، ما عندناش الامن الغذائي خاطر تو حنا معنا ديليكال الوضعيه نتاعنا فراجيل برشا. وهذاك هو انا واحد من الناس هو اللي يقهرني ويغيظني. ما نقولش انا جو سي با معنا ضد السياحه، أما اللي دعمناه في السياحة وكنا ندعموه في الفلاحة راه لاباس علينا. إي ما نقالوش معناها ساعات راهي السياحة تولي نحكي لكم فينونس. إي مي السياحة ساعات تولي زادة هي السوق للفلاحة معناها. إي باش توكلهم السياحة. إي بالفلاحة نتاعنا. بالفلاحة نتاعك. إي. أنت تجيب سياحة وما عندكش باش توكلهم. تستورد لهم الماكلة. شوية تويزي. يلزم لا زوز موجودين. زوز تحضر البرودوي للسياحة. باش حتى السياحة نتاعك تظل دو كاليتي. دو كاليتي مش دو ماس. فوالا. ما عندكش أنت. غلة لا عندك زبدة لا عندك حليب لا عندك حتى شيء حتى الكاليتي نتاع السياح يولوا يجوك مدرحين ما يجوك السياح الباهين. هذيك الفكرة صحيح سي أبو بكر صحيح صحيح صحيح. احنا في كيما حكى سي معز توا عندنا كيف انا في المستقبل باش نعملوا معناها شركة جديدة معناها بالشراكة مع هيئة الهيكل العربية للاستثمار اللي هي عندها في بالي يمكن 48 دولة. علاش هكا كما قال لك سي معز؟ باش احنا نحاولوا بحول الله معناها نضمنوا الانتاج وهي باش تضمن التسويق في الخليج وفي مصر وفي كل البلدان العربيه وين هي عندها الشراكه نتاعها. ويقعد السؤال اللي من بعده كيفاش باش نوصلوا سلعتنا زاد كيف هذيك الترونسبور هذيك اللوجيستيك اللوجيستيك معناها اشكاليه يلزم الموضوع هذايا معناها مش عارف يلزم كارغو باغ اكزومبل اون افيون ولا حاجه يتحط على الطاولة سيريوزمون ربي وين الجرين لاين؟ خلينا نرجع لها الجرين لاين. فكرة الجرين لاين وين؟ مات ما هذولي ما عادش موجود. اليوم 70% من الانتاج الوطني معناها نصدروا فيه على ليبيا، ولكن كان السوق الليبية اليوم توقف ما عادش تاخذ من تونس رانا في مشكلة كبيرة. ديما نرجعوا عملناه في نفس الفترة كي صارت إغلاق الحدود. إغلاق الحدود بين الدولة التونسية والليبية صارت مشكلة كبيرة في الكوميرساليزاسيون تاع الأخواخ والمنتوجات. اليوم على خلال عندنا دولة شقيقة الجزائر عندنا ليبيا اللي هما أشقاء البروميير بارتنير نتاعنا نورمال والمغرب وتولي تشجع الفلاح التونسي باش يزيد يجري أراضي ويجي يزرع وينتج. علاش قلت لك لازم برودكسيون ترجع تقوى الفلاح التونسي؟ علاش نجمو قلت لك باش نعملوا حتى الهيدروبونيك احنا باغ اكزومبل التحدي نتاع ليكونومي دو لو وكل شيء عندنا هي شركة في المستقبل باش نعملوا هيدروبونيك في مجمع مبروكه ان شاء الله. اخبار به هذا خبر هي اون اكسكلوزيفيتي من عند سي الحبيب. شكرا سي الحبيب بن قيرات، انت مؤسس مجمع مبروكه. بارك الله فيك يعطيك صحة. سي معز بن قيرات مدير تسويق مجمع مبروكه، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. سعيد مره اخرى. شكرا لكما ولكم كل الفريق في مبروكه، نحب نشكرهم كل فريق كامل اللي نعرف منهم برشا والبرتيكمول الكل، نشكرهم برشا على التعاون على الترحاب على كل شيء. شكرا جزيلا لكم وشكرا لحرفائهم الكل متعاملين معاهم زادة يعطيهم الصحة، واللي وصلوا زادة حافظوا على كل على ثقة طيلة كل هذه المدة من عام 94 وشركة مازالت تكبر والمجمع مازال قاعد يتطور. في كلمة نحبوا نشكروا زادة المرأة التونسية اللي سي جراس للمرأة مبروكة اليوم في المرتبة الأولى. هذه ديديكاس نحب فرصة باش ما ننساوش. اليوم مبروكة ما وصلت الأولى في القطاع الفلاحي سي جراس للمرأة التونسية اللي 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 تعطي في السخانه في الشمس وفي الشتاء في البرد تخدم باش تنجح الشتله هذيك توصلها من بيبي
توصلها للعمر اللي هي تزرع. شكر خاص من مجمع مبروكة للمرأة التونسية، معناها يعطيهم صحة بحق هذا اعتراف بهم، وكافة الفريق التقني، مهندسين تقنيين إداريين بجميع الأستثناء رجال ونساء، كل من الكاف الخليدية القروان بدنين، شكر خاص للناس الكل، كافة فريق مجمع مبروكة من كل الشركات بدون استثناء. احنا بالعلم والعمل زاد راه نحبوا نكونوا قدوه، ما نقولوش كونكورونس، احنا نقولوا كونفرير زملاء، نحبوا نقولوا قدوه احنا ما يسالش، ما نقولش انا كونكورون، نقول كونفرير. اش خصو كان حتى 1000 تونسي يعملوا هيك كما قلت لك، مستثمرين ولا مهندسين ولا مرحبا بهم. عايش بركاته، ونشكركم باقي مرتين وثلاثه واربعه واكثر من هذا. يعيشك سيدي حبيب، على ولا يعطيك الصحه. خمسه وخميس ديما خمسه وخميس. شكرا سيدي حبيب بن قيرات مهندس مجمع مبروك. شيخ شكرا، والمفيد والمفيد. شكرا جزيلا، واحنا سعداء، بارك الله فيكم، كنت فرحان بوجود بحذاك. يعطيكم الصحه، بارك الله فيكم. راهو شخصيه من اهم الشخصيات الحمد لله في البلاد وفي العالم الفلاحي سيدي حبيب. الحمد لله، بارك الله فيك. شكرا للبلاد والبلاد ان شاء الله. شكرا جزيلا، بارك الله فيك، يعطيك الصحه. شكرا يعيشك، بارك الله فيكم، ربي يعينكم، يعيشك، بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. هاي هذا قاعد صاير توا هكا، بارك الله فيكم. اذا اذا نمشيو للعالم ألفة، الاعلام الفلاحي في العالم هذا، تقرير حضره لنا عبد السلام. قبل الثورة التكنولوجية وقبل حتى بداية العملية التجارية بين المجموعات البشرية، كانت الفلاحة هي المصدر الأساسي والوحيد لقوت الإنسان. مع تقدم العلم ظهرت برشا قطاعات اقتصادية كما التجارة، وبعد جت الصناعة واكتشاف النفط والطاقة، واليوم ولينا نعيش في ثورة تكنولوجية. القطاعات هذه بدأت شيئا فشيئا تسيطر على المجال العام وعلى اهتمام الناس وعلى النقاش وحتى على وسائل الإعلام، وتراجع الاهتمام بالفلاحة حتى اللي في السنين الأخرى، ولينا نشوفوا أنه القطاع الفلاحي في أغلب دول العالم ماهوش في صحة جيدة مؤخرا، بعد التغيرات المناخية واللي جات بعدهم أزمة كوفيد، ومن بعد أزمة سلاسل التوريد والحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرا أزمة الحبوب خلت العالم يقف لحظة تأمل. اليوم رجعت الفلاحة والزراعة إلى النقاش العام، والأهم رجعت لوسائل الإعلام، ولينا نشوفوا اهتمام كبير من وسائل الإعلام على مختلف المحامل بالقطاع هذا. قنوات على اليوتيوب مهتمة بالفلاحة والبذر وتفسر طرق الزرع، شنو المشاكل الفلاحية اللي ممكن يتعرض لها الفلاح وشنو الحل متاعها. القنوات هذه بالنسبة للفلاحة ولات مصدر معلومة، صفحات على فيسبوك، انستغرام، تيك توك وتويتر، هذا الكل زيد عليهم الأفلام الوثائقية اللي تهتم بالفلاحة واللي تنتجهم مؤسسات كبيرة كما ناشيونال جيوغرافي، والأفلام واللي في بعض الأحيان تتناول مشاكل فلاحية. في المقابل تبقى ديما البرامج التلفزية هي الأكثر جاذبية بالنسبة للفلاحة والفلاحين، نذكر منهم American Farmer واللي يعتبر من أشهر البرامج الفلاحية في الولايات المتحدة، No GMO واللي قدم فيه نيك سايك وبوه روب سايك واللي يعتبر مصدر لاكتشاف الفلاحة على أصولها، American Harvest واللي هو فيلم وثائقي يعطيك لمحة على الزراعة المتقدمة واللي في نفس الوقت تحافظ على المحيط، فرانس تلفزيون واللي بدأت من عم ناول في تقديم برنامج نو بيزون لتقريب الفرنسيسم الفلاحة، في تونس برنامج الثانية واللي انطلق من جام في 2022 على فكرة تقديم الفلاحة بنظرة أخرى وصورة أخرى للمشاهد التونسي. برشا مجهودات تبذل فيها البرامج هذه لتقديم محتوى جيد لمشاهديها، وبفضل البرامج هذه ثم نوع من الوعي الزراعي العالمي قاعد ينتشر خاصة بين الأجيال الجديدة بأهمية القطاع هذا. إن شاء الله يكون برنامج الثاني ينجح ولو بنسبة صغيرة في بناء وعي بأهمية قطاع هو سبب في تطور وتقدم أي دولة في العالم. من بين أيضا شركائنا في النصيحة لو كونسي، النصيحة العلمية الفلاحية من فيرمة الرقي، تفرجتوا برشا في سي تجاني محمد اللي نحييه بالمناسبة، وأيضا هذا السباح. مساء الخير. مساء النور أبو بكر، يعيشك. أهلا وسهلا، مهندسة مكونة في الإنتاج الفلاحي، إنتاج الحيواني في مجمع ألفا. هلا مرحبا. يعيشك على الاستضافة. سيزون فات في ساعة تجري تجري الأيام تجري. أشكركم على ثقة ساعة، بارك الله فيكم. ألفا للتغذية الحيوانية،
شكرا لكم لاتتوا فينا ثقة وكنتوا معنا في نفس التوجه لما نقولها اللي هو نصيحة ما نش نحكي وربح وين نحب نبيع ولا كذا لا قلتوا إجا ننصحوا الفلاح في التربية الصحيحة دايور فما حلقات وين كيفاش تنقص في العلفة كيفاش تربح في العلفة معناها ما ترى مش الفايدة في الكثرة ها فما دير فما راسيون علمي راسيون صحيح أبو بكر هو شو نقول لك احنا كمجمع ألفاء عندنا اون فيزيون انك تكون ليدر في تونس ماهوش بالسهل هذايا معناتها نتيجة سنوات خدمة عندك كفاءات موجودة سور تيران اليوم نحب نقدمه بالإنتاج الحيواني في بلادنا خاصة اللي قاعدين نشوفوا في فلاحتنا تواجه في برشا صعوبات التغيرات المناخية خاصة الموارد الطبيعية نتاعنا كي نقولوا الموارد الطبيعية نقولوا ترى التربة معناتها طبيعة التربة المياه موجودة ولا لا ما عادش فلاحة عام 50 و70 ولا حتى الألفينيات تنجم توصل بها في 2020 وخاصة فما برشا تغيرات قاعدين نشوفوا فيها اليوم كيف ما نقول لك انك تكون ليدر ولا قائد في السفينة يلزم تقدم الأفضل تقدم الأفضل جينا نشوفه لازمنا نعاضجه معناتها نقوموا بمعاضدة برشا مجهودات اللي هو التأطير والتكوين احنا برانسيبالمون مهندسين موجودين في المجمع ألفا على كل ولاية الجمهورية اليوم باش نقدم هنا في المارشي ولا في التيران التونسي لازم زادة احنا ما نتعاملوش بلغة حريف شريك الشريك الفلاح راس المال متاعنا مربي الأبقار ولا مربي الدواجن لازم هو زادة يكون منتفع واليوم كي نحكيه على رونتابيليتي وإلا أكثر من رونتابيليتي نحكيه على ديورابيليتي الديمومة في ظل هالتغيرات هذه الكل في ظل الصعوبات هذه كل ما تكون إلا ما نبدأ عندنا نحكيه نفس اللغة ولهذا الباكاجينج تكنيك والكونسي والنصيحة اللي حبينا نوصلوها وعن طريقكم يعطيكم الصحة برنامج الثانية حبيناها تكون مباشرة من المهندسين للفلاحة حبيناها توصل احنا قاعدين نخدموا سور تيران اما نعرفوا اليوم أهمية وسائل الإعلام في بلادنا ما عادش عندها نقولوا احنا العمل اللي معروف عليها انها توصل اخبار البلاد ولا حاجة لا توا ولا عندها معناتها رسالة اخرى اللي هي المشاركة في التعليم المشاركة في ايصال المعلومة وهاكم مريتوا في الفلاحة في التكوين احنا ولا الشركاء الاخرين اللي خدموا معاكم حاولنا مع بعضنا نعطيه من خبرتنا نوصلوا المعلومات على خاطر الفلاح من بنزرة البنقردين ينجم في النهار ما تلقاهاش تمشي للفيرما ما تلقاهاش يخدم ولا يخدم في خدمة أخرى باش ينجم يوصل دايور هجر نذكر أول حلقة وقت حبينا نخدموا على العلفة كلمت زملائي قبل في لينات معهد الفلاحة الديبارتمون تاع الانتاج الحيواني قلت لهم شكون يعرف طريقه علميه شكون يتبع في النتائج نتاع البحث العلمي شكون قاعد ياثر في المهندسين قالوا لي الفا عينيك مغمضه الفا معناتها الفا هما اللي قاعدين يعملوا في دور كبير وقاعدين معناتها ينهضوا بالقطاع الانتاج الحيواني هوني عندي سؤال اوتوكريتيك لسينا نحب نسال اسكو تو استيم هيجر كو في السينيا اون دوفري نسلطوا الاضواء اكثر على البحث العلمي وعلى معناتها على البحث العلمي ونتائج البحث العلمي ونصدعوا اكثر عبيد قاعدين معناتها دي شيرشور ولا لا كيف تشوف غزرتك معناتها انا شو نقول لك الغزره نتاعنا انا كمهندس فلاحه ولا نقول لك المجمع كامل نتاع الفا احنا نتعاملوا في كل ما مثال الانتاج نتاعنا في كل الموارد اللي قاعدين ننجو فيها ونحطوا فيها على ذمه الفلاحه انها تكون جايه من البحث العلمي على خاطر هي البحث العلمي ما تنجمش تنحيه وحده مايون وحدها تخدم بها ليه هي شين كامله فما بحث علمي وفما نتائج ميدانيه وفما فلاح نتائج تطبيقيه وفما فلاح هو نعاود نقول هو راس المال الفلاح هذاك يعطيك حاجياته متطلباته عندك السوق متطلباتها شنو هو انتاجها في الحليب شنو هو انتاجها في اللحم في العظم في الدجاج وانت تحاول كصناعي ولا كفرد من هالحلقات هذيا توصل وتنجح جستمو كيفاش تربط وسيله ما بين البحث العلمي والفلاح اكيد احنا في شراكه متواصله مع كل معناتها الباحثين اللي ذكرت انت مثال في لينات المعهد الوطني للفلاحه في العلوم الفلاحيه في تونس ولا في ماطر ولا في شط مريم ديما عندنا ديبارتمون ديفلوبمون
في المجمع نتاع الفا اكيد ما نخدموش معناتها كيف ما قلت لك راهو الديمومه ماهيش افير كوميرسيال لا انك هوني تقدم من الخبره نتاعك وتقدم من البحث الموجود في بلادك وتطور مع العالم. احنا اليوم نحكيو على عولمه مواد الاوليه الكل نجيبو فيها من العالم. كي تجيب مواد اوليه فما بحوث فما حاجات تمشي مع بلادك وحاجات ما تمشيش مع حاجات بلادك ولهذا في شراكه متواصله مع كل معناتها المؤسسات العلميه والبحثيه في تونس عندنا فلاحتنا اللي نمشيو لهم بصفه دوريه نشوفوا شنو اللي يمشي مع فلاحتنا. ساعات تلقى حلول علميه متطوره لكن ما تتمشاش مع الواقع التونسي. هوني دور انه الصناعي والا صاحب القرار انه يختار شنو هي اولوياتي في البلاد هذيا. نمشي في البحث العلمي ونكون نقولوا احنا 5G وتوب ومحلاها فترينا والا نقدم من الارض نتاعي ونقدم خطوه خطوه وننجحوا جميع. وحدك تنجم تنجح فيسع فيسع لكن باش تنجح جميع تاخذ وقت لكن توصلوا الناس الكل للثنيه اللي تحبوا توصلوا لها وهذا اللي حبينا نوصلوا له عن طريق الفا كونسي في برنامج الثانيه. دايور عندي صاحبي فلاح في قبلات قابلوا ساعه ساعه على الثنيه نمشي من غادي ساعه ساعه دونك نلقاه نعرفوا يزرع طماطم وشرح طماطم نحب نحييه من غير ما نسميه. قلت له زرعت طماطم السنه؟ قال لي لا زرعت فصة. برافو عليه شابوبا شابوبا. هو اللي فهم اللي فما اولويات في الزراعات في بلادنا. عندنا تحديات تنجم تقول موارد طبيعيه نتاعنا الماء نتاعنا لازم نعرفوا وين نوجهوه. ماناش ضد حتى الزراعه في البلاد هذه لكن نحاولوا نشوفوا الزراعات اللي تعطي بلو فاليو تعطي بلو فاليو لكل المنظومات الفلاحيه. وان شاء الله ينجح صاحبك في بلات وتحيه ليه وجماعه باجا الكل ولايه الجمهوريه. الفلاحه الفكره بدات من عندكم معناها اكيد احنا من بدات من اللي بدات العلف الكامل الجاف لار تي اس من الاول بدينا كيف ما قلت تبعنا البحث العلمي وشفنا في الخارج قاعد كيفاش قاعد يصير. اول ما بدينا كل المواد مستورده بعد قلنا علاش ها في بلادنا فما الارض وفما الماء وعندنا جابس ما شاء الله وفصد جابس هات نبداو نقدموا مع بعضنا. وهذاك اللي صار كان تشوفوا توا مرش كبير تحل معناتها نتاع فصه هذا فرحانين له لانه قاعدين ندفعوا ولا نشجعوا الفلاحه في زراعه اللي هي مربحه واللي هي عندها مردوديه وامباكت على الانتاج الحيواني. واليوم باش تحكي راهو عندك اوتوسوفيزونس نتاع حليب عندك عشرات السنين. توا ما عادش نحكيو على لي زاكي ولا الحاجات اللي وصلنا لهم. توا نحكيو لازمك تحافظ على اللي وصلت وتحسن على خاطر لا ريزيليونس نتاع فلاحتنا المرونه هاللي كل مره تصير حاجه تاثر في فلاحتنا هذه لازم ديما تكون عندك حلول واضحه وفيزيون مع الناس الكل. كيف ما قلت لك احنا في الاخر حلقه من حلقات الموجوده في الفلاحه التونسيه كمعناتها صناعي ولا كفلاح ولا كمهندس الناس الكل يلزمها تكون عندنا اون فيزيون كلير باش فلاحتنا تقدم جلوبال واليد في اليد بالضبط اليد في اليد نخدمه الخدمه هي اللي تجيب وكيف ما قلت لك الحلول موجوده هي اراده والناس الكل نخدمه. شكرا لك هجر يعيشك بارك الله فيكم مره اخرى الفا على الثقه وكل جروب الفا. شكرا لكم يعطيك الصحه بارك الله فيك. وحاجه بركة ابو بكر حبيت نتوجه بشكر للمربين اللي يتفاعلوا معنا تفاعلوا برشا على ريزو سوسيو. نعرفوا اللي فلاحه اكثريه نقولوا احنا ديما الشريحه العمريه من 60 سنه و50 سنه لا فما شباب برشا شباب كلمونا اتصلوا بينا وفرحانين اللي كنا سبب باش نعطيوك الموتيفاسيون نعطيوك الامل انه شباب يتبع الفلاحه فلاحه باهيه في الريفي كان هذا واحد من الاهداف نخليو الناس تحلم في عالم الفلاحه اي سي بوسيبل. غزرتها للفلاحه تتبدل زيدا خاطر فما غزره غالطه للفلاحه ما زلنا ما وريناش التعب نتاع الفلاح وال ما مشيناش غادي تعب والهم ولا لا كله يهون كل المهن الشاقة كان نوريكم التصاور هذوكم تعرفوا اش معناها الفلاح تعرفوا كل المهن الشاقة 80% من فلاحات تروا فلاحة صغار صحيح فلاحة صغار في نصف كتار وفي ربع كتار وفي كتار وكتارين وثلاثة وأربعة وخمسة هذوما فلاحتنا راهو في تونس أغلبيتهم معناها يشهق ما يلحق شاشيت هذا على راس هذا هذا كيفاش عايش الفلاح يبيع تو هاو في العيد يبيع ليلسو احكي لك عليه مربي 200 و300 نعجه تو يبيع ليلسو يخلص ديونه
يحبس ماش عنده حتى شيء يدخل في السيكل الجديد نتاع التدين على العام الجاي. بالضبط. هذاك فيش عايش الفلاح راهو. بالضبط. ما عادش الفلاح، فلاح نتاع عام 80 و70 راهو تقول فلاح راهو لاباس عليه. اي ما فلاح لاباس عليه هما جوستمون الكبار، فلاح الكبار اللي هما يسون بو نومبرو. مش برشا. فما اصلاحات، فما اصلاحات. هو كيف ما قلت الفلاح عام 80 و90 مش كيف ما توا، فما سيكل. فما سيكل دو في نتاع ان سيستيم، السيستيم وصل توا لليميت نتاعو، كي نقولوا فلاحه، راه ما نجموش نحكيو على فلاحه من غير فينونسمون، من غير معناتها تنظيم الهيكله العقاريه، التمويل، عن المسح العقاري، الإعادة الهيكله، شنو هي الاولويات نتاعك، شنو هو الزراعات نتاعك، شنو هو من بعد كيفاش باش تخلص، عندك هذا الكل سيستيم جديد، دوره جديده، ان شاء الله مع لي ديسيدور قاعدين نتحاور وقاعدين نعطيو في الاقتراحات كسوسوا لوزاره الفلاحه ولا حتى ونيفو رئاسه الحكومه، قاعدين نقدموا مادام في البلاد هذه قاعدين نخدموا ونقدموا، واللي ما يخدمش ولا ما يقدمش ما يجيوش صعوبات، ان شاء الله نتجاوزوها. ونحب الموسم يوفى بحاجه هكا فرحانه، دونك لاباس ان شاء الله عام صاب والفلاحه الكل بخير. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عام صاب ومازلنا قاعدين في البلاد هذه راه ان شاء الله لاباس بحول الله. يعطيكم الصحة الكل، شكرا فلاحتنا على الثقة، مشاهدينا الفلاحة الكل وغير الفلاحة، برشا يتفرجوا فينا ما مش فلاحة، مغرومين فقط بالفلاحة وشوفوا التصاور على تونس والناس كيفاش تخدم وكذا، زاد بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة، ثانية متواصلة معكم، هذه الحلقة الأخيرة لهذا الموسم، نشوفوكم الموسم الجاي إن شاء الله هيش. إن شاء الله بحاول قاوا معنا بعد الفاصل. مرحلة التزهير هي مرحلة حساسة ومهمة في تحديد المردودية والجودة متاع المنتوج. باش ننجحوا المرحلة هذه لازم نطبقوا الإرشادات التالية: أولاً نعدلوا الري، ثانياً ما نكثروش من مادة الأزوت، وثالث حاجة نحسنوا من خصوبة النوارة في مرحلة 20% تزهير باستعمال أوليتار بوروني كرش ورقي بكمية 1 لتر في 400 لتر ماء. وفي مرحلة العقد نستعملوا كالسيوم بار بنفس الكمية باش تكون عملية الرش الورقي ناجعة. من المستحسن نقوموا بها في ظروف مناخية مناسبة، يعني درجة الحرارة معتدلة ويكون ما فماش ريح. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلا سلا، وتن البدر حذرناه سلا سلا، محذر بطريقة تقليدية مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالأوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟